حضرتك طلب فستان، بس انا نفسي افرجك على الجواكت الجديده. شفت حضرتك؟ انا مش عايزه جاكيت. بالمناسبه حضرتك، الفستان اللي كنت حجزته المدام عفاف حضرتك، انا هي رجعته وضيقته شويه. انت ممكن حضرتك تستلمه دلوقتي لو عايز. اتكلمنا انا؟ اي عفاف مين؟ عفاف اللي كانت مع حضرتك اللي لابسه. مالك حضرتك ناسي خالص يعني؟ ناسي يا حضرتك. ومشاعر اسمر. بكلم حضرتك. ومشاعر اسمر اللي عينيها سمراء، هي طويله شويه عن حضرتك، كانت لابسه حاجه نبيتي كده. اكيد حضرتك غلطان. نعم؟ اكيد حضرتك غلطان. حضرتك متاكد ان انت شفته؟ طب اسم حضرتك ايه ولا مؤاخذه؟ احمد. احمد ايه؟ احمد الجوهري. لا احمد ايه الجوهري؟ احمد مصطفى الجوهري. ناديه لو ميت من قبل. ايوه يا استاذ شندوي، الفستان اللي بيتضايق اللي هو بتاع الاستاذ عفاف اللي مكتوب عليه الجوهري حاجه زي كده، اللي لقبه الجوهري. بقول لك والله ما جيت هنا قبل كده. هدي ما جيت هنا. انت هتكدبيني معاك. اتفضلي حضرتك. تكت مكتوب عليه احمد مصطفى الجوهري. ده ايه ده يعني؟ والله ما اعرف. خلاص يا بنتي اطلعي اتفضلي. يعني بيألف يعني؟ يعني ما اعرفش اجيب حد بيعمل. مش فاهمه يعني هو بيألف يعني الراجل بيجيب كلام من عنده؟ يعني انا بكذب عليكي؟ انا ما قلتلكش ان انت بتكذب. طب امال ايه يعني؟ بس يعني ما يجيب لي اسمك على فاتوره ويجيب لي الكلام ده ويقول لي واحده شعرها اسمر انت عارفه كويس ان انا اول مره اخش هنا. وانا ايش عرفني بقى؟ ايش عرفك؟ ايوه ما انت سفريتك كترت اول يومين دول. شغلي يعني انا اعمل ايه؟ هو شغلي بس كتر اليومين دول؟ ما طول عمره وانا شغال فين يعني؟ بس ما اصل لو غلط في الاسم مش هيغلط في الشكل، ولو غلط في الشكل مش هيغلط في الاسم ويجيبوا لي مكتوب كمان. يعني انت بتاكدي كلامه ايه؟ انا مش باكد كلامه، انا باكد الدليل اللي جايبه لي. يعني واحد قال كلمه خلاص صدقتي؟ انا طول عمري معاكي صريح. طب والاسم ده؟ والاسم ده؟ طب انا اعمل ايه الاسم؟ انا مال انا يعني اسمك وشكلك وحلقه شعرك مالهمش اي علاقه خالص بالسفريات الكترت اليومين دول؟ والله شغل. شغل؟ امال ايه يعني؟ ما انا مش قادر افصل. الشغل دلوقتي بقى شعر اسمر؟ يعني انت بتعومي على عمو يعني؟ اصل الراجل يعني مش هيضحي بي يعني بفلوس الفستان. لو سمحت يعني. يا استاذ. ايوه يعني انا مش قادر افسر ايه الكلام ده يعني. خلاص يا فندم، الفستان بتاعنا ومش بتاعك وخلاص، مفيش مشكله خالص. بس انت حضرتك كده عملت مشكله من لا مشكله. مش عارف انت قول لي كده من فضلك، بقول لك يوم ايه؟ لا مش متذكر اليوم. ممكن اولا عشان تبقى عارف حضرتك، لان واضح ان زول حضرتك راجل مخلص وظريف. واضح احنا دلوقتي حضرتك مش في ظرف. واحنا دلوقتي في الست اللي جابها وجه. فانا دلوقتي كل اللي بطلبه من حضرتك تقولي هما جم يوم ايه. هتفرق معاك يوم ايه يعني؟ ما انا في الشغل يعني. ما انا عارفه بقى مواعيد سفرياتك يعني. مسجلاها في نوته يعني؟ مسجلاها في نوته.